في حاله اكثر سواء بتقول وجع الديسكال تيب او بروشيت تيب او لا ما اعرفش المفروض فيها اللي ما اعرفش اشوف الصوره بس انا كنت تيب تبقى عارف اكثر سواء بشوف الصوره بيشوفوها انتهى القضيه بدل ما انت بتنزل بدل العيان بتاع الموبايل لا والله مية هو افضل كتير وافضل بالنسبه لل يعني سواء مثلا يعني سواء فيمس كتير بس بتفضل صناعه لا طبعا بس ستيل بتاعت المراعي بس لو نقدر نشوفها بالشغل لو خلاص طب المشكله كلها كانت في كل كويس خالص بس في انواع بتطير في الناس فممكن حاجه ما تبانش يعني زي مثلا في الهوريزونتال والترانسفيرس والبريفرال والكلام ده كله في حاجات معينه قدام بس ممكن في حاجات يعني انا مش ما اشتغلتش اكتر ساوند على النيل في حته الميسكال والكروشيه لما ذاكرها اجاوبك اشوف الناس هم اشتغلوها ازاي وبيدوا ايه اللغط بتاعتهم والسنسيتيفيتي بتاعتها قد ايه اقول لحضرتك اجاوبك على السؤال ده كانت رسالتك الدكتوراه في 2003 كان على البي ام ارست ما كانش حد خدها ده من قصر ايه ولا كانشن كان كل الناس تيجي تشتغل في ام ارست يقول لك لا الريست كومبليكيتد ومعقده وما تاخدهاش وبتاع وكلام من ده ايه اللي احنا عملناه حتى ايه حتى المشرفين وقتها قال لك انا ماليش دعوه بالرساله دي انت تخلص الشغل وتطمن وتدينا اللغه بتاعتك ايه اللي اتعمل؟ بقيت اروح ابعت العيان يعمل دي مؤقت حسين وانا في نفس الوقت جبت التكست بوك بتاع المؤقت على الرسم ذاكرت الشباكه كنت كل شطر ادب اروح واخد الصور بتاعته ما كانش النظام الالكتروني دلوقتي ولا الانترنت بتاعه كله يعني واحد كانت المكتبة الأمريكية في العباسية وكان في مكتبة تانية في كلية الطب الطبيعي عشان آخد بس تكست بوك بس أتكلم على بس ما كانش في أي حتى تكست موجودة في المكتبات أول ما حصلت على تكست يتذاكر الشابتر وأروح ملخصه وآخد الصور بتاعته وأروح عينها في الريفيو على آخر ما خلصت الكتاب بقى في عندي بيس وباك جراوند عن الحاجات اللي أنا عايز أدور عليها في نفس المقابل كنت بشتغل الحالات اروح ابعت الحاله لحسين وانا مش عارف اعمل لها انتربريتيشن اروح اخد الافلام اعين منها كوبي والكوبي التاني تتسلم للعيان ارسم وير الدايجنوز كان بيتحط لي في الموبيل الدايجنوز يكون ماشي مع الكلينيكا الى حد كبير لو ما كناش بندي دايجنوزس بناء على الفايندنجز اللي هي موجوده في الليتريتشر وفي التكست على اخر ما خلصنا 40 حاله ابتدينا نقراهم تاني للبروبريت لان كل الفايندنجز اللي ممكن تتخيليها موجوده في ال 40 حاله من اول التروما لغايه التيومر فالاثنين مشوا مع بعض مشيت الامور بعد كده خلاص انتهت حطوا كل المعرض في الحسين وحتى هذه اللحظه ماشيين على هذا البروتوكول يعني الحمد لله بيكتبوها كويس فزي ما بقول لحضرتك الاول ان انت الحاجه اللي انت ما بتعرفهاش وشوف غيرك عامل ايه هتوصل لليفل كويس فيه. هو ده اللي احنا هنعمله للامانه انا ما اشتغلتش ماسك سبيسر اكتر سواء في حياتي السبيسيفيك. يعني كانت رسالتي ريست جوينت بس ما اشتغلتش ريست اكتر سواء. وان كان الريست اكتر سواء كويس جدا في حالات الميديا نيرف انتراب. يعني اقدر اوفر عليك الميديا كومباكشن واقول لك انتراب ولا مش انتراب. ودي مشكله كبيره جدا الميديا نيرف انتراب ولا مش انتراب. ما تبقاش عارف وايه سبب الانتراب؟ دي قصه ثانيه. يعني حتى ايه لو عملت نيرف كومباكشن هو لان في نيرف كومباكشن ايه السبب؟ بتعمل كومباكشن كوليجا ايفن حتى قبل ما انت تفتحه تعمل ريليز لخطه ثانيه انت عايز تعرف السبب بتاعه السبب مش هيظهر معاك الا في المعارض بس فانت ممكن تعرف السبب بس هو تعرف السبب وتوقف. وسبب برضه بعد كده هيحدد التريتمنت انا هتبقى سبريشن انا هدي له كومبريشن هدي اعمل ريليز اور يعني هو لو كومبريشن من مثلا من سينوديا سيكنج زي ما تقول يعني خلاص يبقى مش هينفع هو ده الكلام اللي احنا بنقوله انك انت ما
بالرغم ان هم قطعوا القلب القانوني وعملوا ريليس تماما، الا ان هي جت تاني برضه القلب القانوني ما اتحسنتش. كانت كل المشكله في عيالها اصلا ان هم يمسكوا الحاله موجوده معاك في الكوره. مونو اسراكس كلاود يعني. هي بريزنتد بالنسبه لي ريليس، انما انا اعتقد ان هي كان ممكن يكون عندها حاجات تانية. دي اخر حاجه في الاسباني طبعا لازم نقفل بيها بقى. يعني انت شفت البون سيزس والديسك سيزس والتروما في الاخر خالص. الجراح دخل وعمل العمليه بتاعته هيرجع لك تاني، وخاصه الزومه بتوع الروماتولوجي، ان الجراح مش هيرضى يتدخل فيه تاني. فانت لازم تبقى اوير بالكومبليكيشنز اللي حصلت في الجراح عشان تقدر تتعامل معاها. ايه اكتر حاجه تقدم في بوست اوبراتيف سبايك؟ او انا عايز ابص على ايه في العيان اللي عمل عمليه وراجع تاني يشتكي؟ نمره واحد ريكورد ديسك انفورميشن، دخل وما شالش كله او شال ورجع له تاني. الحاجه الثانيه اللي هي كثيره جدا جدا الجرانيوليشن تيشو، ده يعني اكبر مشكله تقابلنا في البوست اوبراتيف هو الجرانيوليشن تيشو. مشكله ضخمه جدا، وخاصة لو كان المانيبيوليشن بتاع السيرجن كتير في الاوبريشن بتاعه. الحاجة اللي بعدها الاراكنوفايتس، دي خطيرة وملهاش علاج. الاراكنوفايتس. بعد كده هو الحاجات اللي هي يعني منينجو سي ما بنشوفوش كتير. الاباين احيانا يحصل انستابيليتي ويحصل سبونديلوميسيسس. والانفكشن العيان يدخل فيه سبونديلوديسكويتس. يبقى لو عيان عمل اوبريشن اللمبر سباين او السيرفايكال سباين، ايه الحاجات اللي انا عايز ادور عليها؟ 1 2 3 4. ولازم التقرير بتاع دكتور الاشعه يوفي هذه البوينتس، ولو ما وفهاش لازم انت توفيها في السينكينج بتاعك وانت بتبص على الفيلم. ممكن يكون تاير ديفيشن ومش مفسر الكومبلينت، والعيان في وش الكلينيشن قبل ما يكون في وش دكتور الاشعه، في الاخر دكتور الاشعه في وش الكلينيشن. هم كلهم كومن بيني وبينك، يعني هم كلهم كومن. يعني الريكارد ديسكريميشن كتيره جدا، الجرانيوليشن تيشو كتيره جدا، الانفكشن سواء كانت اراثرودايتس او سبونديلوديسكايتس برضه كتيره جدا. المينيو سي نفس القصه، الالاينمنت المال الالاينمنت بيحصل كتير جدا، واخد بالك ازاي؟ فهو لازم نبص على البوليس. دايما هو زي ما بنقول بتاعنا كده اهو بيبتدي بجنس ادخل بعدين كويس. لو العيال هو الجرانوليشن تيشو، اي جرانوليشن تيشو مش هيبدا في النور بتاعته بيخف الا بعد 6 شهور. ولذلك لو عملت ام ار خلال 6 شهور بوست اوبرتيف هتلاقي في جرانوليشن تيشو. تصبر على العيال لغايه ما يعدوا 6 شهور دول يكون حصل كومبليت هيلينج، لان السكن والمسلز بيحصلها هيلينج بسرعه، فالجرح بيلتقى من جوه، ولكن الهيلينج اللي جوه داخل السباينال كمان بياخد على الاقل 6 شهور لغايه ما بيبقى الجنريشن تيشو ده بره. ولذلك ما بنستعجلش، يعني دايما ما بنستعجلش في البوست اوبرتيف اسيسمنت قبل 6 شهور ممكن نعمل له، ممكن نعمل له بلينكس ريموت بس بمعنى فقط لا غير. ولكن لو الامور سيئه ومش متحسن ما يمنعش ان احنا نعمل سي تي ام ار ليس كرون. بس وانا بعملها ببقى عارف ان في جرانوليشن تيشو، وان الجرانوليشن تيشو ده ممكن يبقى سب سايت خلال 6 شهور. فاحنا بنعمل كل اب للعيان ما بنقولوش ان العمليه باظت ولا كده دي الا بعد ما هو 6 شهور من الاوبريشن بتاعه. دي اول كومبليكيشن اللي احنا بنقول عليها الجرانوليشن تيشو. اكتر حاجه نشوفها في الاوبريشن هي الجرانوليشن تيشو. ده الاكسل تي 1 وده الاكسل تي 2. الجرانوليشن تيشو في مكان الديسك وفي اللاترال ريسيست بتاع السيكل سيل. المكان اللي دخل من هو هيدخل طبعا ما بين التو فيرتيبرا، وهو بيعمل مانيبيوليشن ويعمل ديسكيكتومي. الحته دي هتبقى فيت بالجرانوليشن تيشو.
نحدد هو شاب من الداخل بتاعته ورقم من هنا. الدخلة بتاعته دي ها تتكون جرانيليشن في مكان الديسك وفي السيكل سيل. أكثر حاجة تقابلنا هي الجرانيليشن هو أن هو ظاهر هايبر انتنس هنا في الـ T1 نتيجة للهجوم بتاعته وهايبر انتنس ظاهر كويس جدا في الـ T2. المفروض إن أنا ما أشوفوش يعني المفروض ما يكونش في جرانيليشن تيشو بوست اوبريتيف. إنما وجوده بحد ذاته بيعمل كومبريشن على السيكل سيل ويخلي البيشنت كومبليت. من المانيبيليشن من الامبروبر مانيبيليشن. وبرضه في نقطه ثانيه مهمه في عيانين عندهم فايبيلتي عاليه جدا وكانوا جايين موشن تيشو. لما زمان كان الجين والفايروس كان كيقول اكسسيف لود. هو دي مش ريسيرش. هو انترح وعمل اكسسيف لود، جسمه عمل اكسسيف لود. تلاقي العيان عامل كل سيستيكتوم تلاقي السيستم بتاعه كويس جدا. وواحد ثاني عامل كل سيستيكتوم تلاقي فيه سكار عجيب جدا. ده رياكشن من الفضل ما لهوش علاقه بالجراحه واخد بالك ازاي؟ فانت بتصبر على الجرانيوليشن تيشو دوت لغايه ما يبقى سبسايد خلال الست شهور. لو ما هوش سبسايد ده يبقى مشكله ثانيه بقى. تاني ريكارد ديسكريميشن كان العيان ما عملش مسكيت من الخط. لا ده عيان ثاني ده عيان ثاني. اللي نشوف الكومبليكيشن في الصور مختلفه، يبقى العيان الاولاني ده جرانيوليشن تيشو. انما مفيش ديسك هيرنيشن. واخد بالك قصدي؟ العيان ده لا، العيان ده فتحوه. نفس الليفل. نفس الليفل. ده شفناه كتير. يعني يعمل ديسكتومي ويرجع له بعد شويه. يعني بالرغم ان هو شال الديسك الحته دي قاعده بتعمل هيرنيشن. واخد بالك ازاي؟ فهو ده تي 1 وده تي 2. ده الاكل تي 1 وده الاكل تي 1 ده الاكل تي 2 وده الاكل تي 1 والسترون. لو بصيت هنا على الجيم ده هتبص تلقى ده اللي هو المكان بتاع دي كومبريس الجنين اتملى بيه اسكار فايبرس تيشو. ودي الهرنييتد ديسك دخل اتعمل كومبريشن شوف قفلت السيكا ساكن كلها كلها ترافيرس ليها تماما. بالك ازاي؟ لما تبص عليها في الاكسيال تي 1 دوت هتبص تلقى الديسك اهو. خلي بالك بيبقى اكيد معاه برضك جرانيوليشن تيشو. يعني برضه هرميت الديسك معاه جرانيوليشن تيشو بتاع الاوبريشن. بس المين بارك بتاعته ايه؟ ديسك. اتلاقى الصوره اللي قبليه. في فرق بين السيجنال بتاع الجرانيوليشن تيشو والسيجنال بتاع الديسك. تعرفها ازاي؟ تروح راجع للاوريجن بتاعه. شوف هتلاقاه طالع من المطر بتاعه ده طالع من الديسك اساسا. بالرغم من الاولاني طالع من المطر اللي مش واخد نفس الانتنسيتي بتاع الديسك. ده الفرق ما بين جرانيوليشن تيشو وما بين جرانيت الديسك. واخد بالك ازاي؟ ده دي الكومبليكيشن الثاني. هو عمل دي كومبريسيف لامينيكتوم ومن خلال اللامينه اللي هو شالها شال الديسك. الديسك رجع له ثاني بعدها مباشره. طبعا واضح ان هو عامل ماركت كومبريشن دي السيكنس لان العيان ما اتعملهاش كومبريشن خالص. ده نفس القصه برضه اهو شوف ده هرميه الديسك ده تي 1 من غير سيرفر وده تي 1 بي سيرفر. دي السيكنس ودور النيل بروز والخط الابيض ده اللي هو البيبي نورا تاني او البيبي نورا تاني. الآن مفتوح في الناحيه اليمين الناحيه الشمال هنا لما حصل اقامه الديسك هرميشن القفل الدخل الرئيسي هنا. لما حقق مصابنا المارجن بتاعته لان هي يمكن ان فيها جرانيوليشن تيشو راح حصل فيها ايه؟ انهانسر او بلين انهانسر الخط الابيض ده. فده بيتطرق للديسك جرانيوليشن. دي الصوره دي شوية ان بعد ما بعمل دي كومبريسنج لامينيكتوم على المستوى بتاع ال 4 وال 5 السيكل ساك بتاعتي بتوسع شويه. احيان كثيره جدا ما يقربش ناحيه الديسك ويكتفي بس ان هو يعمل دي كومبريسيف لامينيكتوم. ما يجيش خالص ناحيه الديسكات. كل اللي بيعمله ان هو يعمل دي كومبريشن لامينيكتوم. يشيل اللامينه بحيث ان هو يشيل الضغط على السيكل ساك من المنطقه. فتوسع السيكل ساك لهذا المنطق. فده المنطق ده نورمال بوست اوفر. وده بوست اوفر ده كويس خالص. ليه جبنا المنظر ده؟ عشان نشوف منظر تاني بعدين. هذا هو
ابني مدرك. يبقى في فرق. العيال ده عمل فيكم بريس التمنيتون ودخل في جوده من انجوزيس. المنينجيس حصلها هرنيشن في البيكم بريس التمنيتون يبدو. بقت هرنيات. ده السيتا تي 1 وده السيتا تي 2. وده هو التي 1 من غير سلمة وده التي 1 بكونتراست ما عشانش اي كونتراست فيه. يبقى لو رجعت الصورة دي ورجعت الصورة اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي دي يبقى ده ايه ده نورمال الصورة دي خالص. انا قالها السيكا ساك بقت فيش اخلاف لما لقاها عملت منينجو سي. تمام؟ دي حصل فيه هيماتوما هايبر انتنس في التي 1 وهايبر انتنس في التي 2 حصل فيه بوست اوبر في الايه؟ هيماتوما. ده التست اللي هو كانوا عايزين يشيلوه من ديفيد دهام ولكن بسوء الحظ حصل هيماتوما داخل السيكل ساك وجوه الحته بتاعت الدي كومبريسيف لاني فدي من ضمن الاسباب. كويس الهيماتوما تبقى هايبر انتنس في التي 1 والتي 2 دي نمرة واحد. نمرة اثنين الجرانوليشن تيشو الانتنسيتي تبقى هاي انتنسيتي تي 1 وهاي في تي 2. نمرة ثلاثة لو حققتوا كونتراست الهيماتوما ما تاخدش سبب ولكن الجرانوليشن تيشو عبارة كله عبارة عن كليلرز يبقى هيحصل فيه الانهار. يبقى ده الفرق بين الثلاثة. الاول ما بين الجرانوليشن تيشو وبين الكارنيال ديسك ماشي ودي احنا فصلناها في اول كورسين. قلنا ان الجرانوليشن تيشو سيجنال انتنسيتي بتاعته مختلفه تماما عن الديسك اخلاف الهرنيات الديسك اللي هو طالع من المذر ديسك فالسيجنال انتنسيتي بتاعته هي نفس السيجنال بتاعت الديسك. يبقى دي نمره واحد يبقى في جرانوليشن تيشو وفي ريكارنت ديسك. الجرانوليشن تيشو احيانا كتيره جدا ما يبقاش له ريليشن في الحته بتاعت الديسك يبقى هو سيكل سات بس ولكن الديسك لازم تبقى عباره عن الديسك. تمام كده؟ طيب عرفتوا ريكارنت ولا مش ريكارنت؟ في نفس الديبت ولا مش في نفس الديبت؟ انا عندي بري اوبرتيف فيلد اللي من البريجا دي مهمه ذات العيان ما ينفعش يضيعها وبنديها له دلوقتي في سي دي يعني دي دلوقتي اي فحص فيلم بنديها له صوره افلام بنديها له صوره سي دي. لو ضيع الافلام والدكتور خدها منه يلا سي دي موجوده عنده السي دي ممكن يتسيف على الكمبيوتر اللي زي كده. تعمل ايه؟ تروح تطلع الافلام اللي هي قبل العمليه وتعملي له ام ار بعد العمليه وروح تراجع بقى الليفلز. حصل ديسك هرنيشن في ليفل غير الليفل اللي اتفتح عليه يبقى ده ريسنت ديسك هرنيشن. حصل هرنيشن في الليفل اللي هو اتفتح عليه يبقى حاجه من اثنين يا ما اتشالش كويس يا اما اتشال وحصل فيه ريكارد. خدت بالك ازاي؟ يبقى هو القصه كلها ان احنا بنفايز الافلام البري اوبرتيف الافلام اللي هي بوست اوبرتيف. يبقى ده ايه؟ الهيماتوما اهي هتبقى حتى الموضوع بتاعها السوليوشن بتاعها بيظهر ده لا برضه في الريليشن تيشو والتيستنج هون. طبعا احنا نسيت الكاس تماما وده قدامنا اللي يكون شال هون عمل دي كومبريشن تمنيتوم. الهيماتوما نفسها عمل كومبريشن على السيكا ده. بعد شويه دي هيماتوما اللي هي تبقى اورجانيز هيبقى فيها كاميلا يعني جرانوليشن تيشو. هي الجرانوليشن تيشو اورجانيز وهي اورجانيز مطلقه بالفعل هي الجرانوليشن تيشو عمل اورجانيز مطلقه. تمام؟ يبقى من ضمن الكومبليكيشن اللي احنا ما كناش حاطينها في السلايد او في الهيماتوما. تمام؟ بس ده هيبقى بريزنت كتير كده. يعني ده بعد العمليه بيومين هتلاقاه بدا يشتكي بروت بين. يشتكي بروت بين ده رجله بس. هتلاقاه بيقول لك انا رجلي وجعاني ومنمل. يعني في كومبليكيشن في الهيماتوما. يبقى ده تلحقه بتعمل له ام ار اي برضه. هيقول لك كان في هيماتوما ما فيش هيماتوما خالص في الحته دي.
الموضوع ده احنا شفناه قبل كده بيفكركم بايه؟ مش مفهوم كتير. لا مش الشيرمان. طب ماشي، طب لو كويس ماشي كويس كويس. طب يمشي الشيرمان ده صحيح كان ممكن الشيرمان لان فيه مش مهم مش كل ده. انما في باثولوجي تاني حصل في فوق الشيرمان. ايوه في خمسه اسود، في اسود. ايوه تمام. ايوه في ديما تمام. طب وايه تاني مع الديما؟ ايوه اه هايبر سيجنال وهو مرو ديما يبقى تساوي ايه؟ لو كان بسيط اوتوماتيك ممكن يحصل، انما في ايديما في بوم مارو ايديما حوالين الديسك واخد في الديب ده والديب ده سمعوا على طول حاجه سبوت دايجنوز سبونديرو ديسكايتس سبونديرو ديسكايتس من ضمن الكومبليكيشنز الكتيره اللي بتحصل بعد الديسكيتس. بوم مارو ايديما هايبر انتنسيتي 1 هايبر انتنسيتي هايبر انتنسيتي 1 وهايبر 52 الديسك ماتيريال دي نفسها انفلينس حصل فيها ديسكويس ده من ضمن الكومبليكيشن بتاعت سبونديل ديسكويس. خدت بالك ازاي؟ معنى لما هو بليت الفاتوره ده نورمال سيجنال يعني نمره اربعه ثلاثه اثنين واحد كلهم دول نورمال سيجنال انفلينس مش مورز دول خلاص احنا قلنا دول تشيرمان ريسيز مش تشيرمان ريسيز مفيش ما يعمل ولكن في باثولوجي حصل بسبب الشيرمان ديزيز. الشيرمان ديزيز ده هو بقى يحصل ديزيز كده اه اوبريشن اللي هو فتح في فتح هنا في ده في ديلامينيشن تيشو اللي هو موجود في الصف في الناس فعلا ومعاه اسمه بلو ديسكايز. وضحت في ايديما في الفايل ديسكوان ديس ماتيريال دي بقت مرض وفي هايبر ديزيز سيجنال فيه. طب هتقول لي ليه هي مش هي الانيموس بايدرونوس؟ اقول لك انه دي في السنتر بتاع الجسم. والانيموس بايدرونوس اللي هو نورمال اهي. دي نوت ديال بايدرونوس وحواليها الانيموس بايدرونوس. لا ده انا السنتر نفسه بتاع الجسم اللي هو كان المفروض يبقى هايبر انتنس او هايبر انتنس. يبقى الديسك نفسه الديسك ماتيريال نفسها حصل فيها انفكشن. ديسكايتس. حصل انفكشن في الريليتد اند بليس بتاعت المرتبة اللي فيها سبونديرو ديسكايتس. عكست يعني اتعكست يعني النيوكلس في الغرز ان هو كان هايبر لما حصل فيها انفكشن بيت هايبر انفلينج دبل توبريت. كلام كويس. هو مش هيشيل كل الديسك اللي بين التو والتبل ده هو هيشيل الجزء اللي هو حصل فيه هرنيشن اللي هو كان عامل كومبريشن على الشيك الساكن او ممكن يعمل لامينيكتون ما هو في كومبريسيف لامينيكتون دول بيلجأوا ليها لما يكون في مطر الديسك دي مش هيقدر يدخل على كل ليفل ويشيل يروح شايل يعمل في كومبريسيف لامينيكتون ويطلع منه وخاصة برضه لما تكون الديسك كلها انلارجتش ورايح ناحيه الاكس فرونال فايلات هو بيعمل ديسكتوم امتى؟ لما يكون في ديسك بروسبوجن او اكستروجن لو فاكرين الانواع بتاعت الديسكات كان في ديفيوز ديسك بلتش وكان في ديسك هرنيشن والهرنيشن كان نوعين يا اكستروجن يا بروسبوجن لو كان برود بيز يبقى بروسبوجن ولو كان نو بيز يبقى اكستروجن في الديسكين دول لو هو اكستروجن او بروسبوجن وفي ليفل واحد بس يدخل ويشيل الديسك طب لو هما كذا ليفل وديسك بلش ودخل على الاكزيت فورامل يروح يعمل دي كومبريس اكزامينيكتون هو هنا دخل شال الديسك حظ العيان السيد يروح يدخل بعديها في انفكشن ده بص هو في انفكشن بس هو بيلو ديسكايت تمام كده هو ما عادش دي كومبريشن ولكن العيان دخل في قصه ثانيه بعد شويه يروح يعمل اكسس يروح يعمل اكسس بعد شويه يروح يعمل ارتنوضيس يعمل انترميشن للفودروس تبقى يبقى دخل في مشكله امر من مشكله الديسك وما لهاش حل يعني يحلها ربنا. طب مش بيفتح تاني؟ ما هو خلاص دخل في انفكشن خلاص. مش على قد الانفكشن.
وممكن احيانا يمشي على الميديكال اكتي والبلس ويسيبوا عمى على نفسه حتى هذا لا خالص الا لو كون اكسس الا لو كون اكسس يعني ده ايرلي سبوندريد سكويتس لو دخل في اكسس لازم حاجه تهم الدريبش بيمشي على الانتيبيوتكس العاديه ولكن دلوقتي لو ما خفش على الانتيبيوتكس العاديه بيديله انتيبيوتكس او ياخد سواب لو كان فيه يقدر ياخد سواب من الحته دي ويعمل لها فرشه احيانا ياكل البول خالص ما بيحصلش سكلوز حتى لما بيخف ما بيحصلش سكلوز ولكن انا عن نفسي مش مقتنع بهذه الجزئيه وما كانش ياخد سواد يعمل كالشر ما بتعرفش تقول الناس الاثنين بالنسبه لنا كارديولوجي اسكندرو ديسكالس بس انهي سبب هم اكثر سببين البروسيلا والتي بي طبعا دي ليها مانجمنت واحده ودي ليها مانجمنت واحده ما احنا بنقول فيها يعني بس ده مش ديفنت مش ديفنت خالص فهو مش ديفنت ان يهمني بس ان انا اشخص ان العيان ده حصل له سكوليوز يهمني ان انا اشخص ان في سكوليوز كويس يعني لو عيان ما عملش اوبريشن وجاي بهذا المنظر ليه بيبقى سكوليوز كويس ما فيهاش كلام يمكن حتى لو ما اتحققش سبب يعني هتبقى دكتور اشعه يقول لك بعد ما في انسان وهو اخر من حقه مش طب عاوز كل الاسكاس يعني سبب لن تضيف الاضافه الضخمه للحاله دي عشان بس ما حدش يجي يفلكك ويقول لك لا ده لازم يكون سبب ولا مش هنكتب له تقرير لا هو من غير سبب باين الام ار في البينيفيت حتى من غير ما تحنس فيه حالات كثيره جدا من غير ما تحنس سبب للشخص نفس الحال لما حققناه سبب الهرمون ما قالش الهرمون سنتر البلد ده في طول بتاعها دور في ون بالكونتراست جنريشن فيشو اللي هو حاصل معاه وحاصل فيه الانفكشن شفت ارتبطوا بقى من حاجه الفرس وانا مسكريتشوال في النهار هنا شفت الانفكشن حاصل فيها اكل هنا البلد كلها انفكشن كلها بعد البيت كلها دي جرانيوليشن تيشو بتاع الانفكشن لما حد استوى بقى ظهر لك اكسس كافيتي فبقى اكسس كافيتي البص هنا هو ما خدش كونتراست ولكن الوول اخدت كونتراست نفس هي نفس الحاجه لا ثلاثه وايد رول هم حاله واحده واخد واحد اجزاء او في 1 وفي 2 وبعد كده هو حققها سابقا هنا ده الاكل بتاعه وفي ليفل الثاني ظهر ايه؟ الاكل بتاعه في حاجه واحده طبعا بعد ما نيجي احنا قلنا وقررنا بينه وبين النورمال فايندنج اللي احنا هنشوفها ان ده سيست طلعت من المنجيز وعملت اكسبيشن للمكان الدامن اللي هي ايه؟ اللي هي الشانس طبعا ده سبوت دايجنوز دي الحاجة اللي هي عنيفة جدا وملهاش علاج خالص. الأرق النظري. Plumbing of Golden Coin Marks. Miserable. عيان لو دخل في أرق نظري اسمه ملهاش علاج. يبقى بصراحة يعني ربنا يكون في عون ويكون في عون الدكتور اللي هو جميل أنا كل شوية هنا هينزل عليه.
لو فاكرين المنظر بتاع كولاروس اللي احنا قلناه في نورمال خالص، هم دول ديل الفرس. فايلر ترمينال. كولاروس. الفرق بين كولاروس والفايلر ترمينال، الفايلر ترمينال المينينجيس الديورا والفايلر الاراكنويد يلحموا مع بعض ويروحوا ينزلوا الفايلر ترمينال، يروح يعمل انسيرشن في اس 2 ده اللي هو بيشد الكورس. ولكن الكونس مدر دارس الترمينيشن بتاعها هو الكون روت اللي هما النيرف روتس الاخرانيين. يبقى الفايلم ترمينال ده الترمينيشن والجنكشن بتاع المينينجيز اللي يلحم تحت مع الاس 2. الكون روتس دول النيرف روتس اللي هما انتهت ليهم الكونس مدر دارس. الكون روتس بيظهروا زي ديل الفاصل، هما اسمهم الكون روتس. لما يحصل لهم كلامبنج بهذا الوضع ما عادش فيه روتس خالص. ما عادش فيه روتس. ده عباره عن كتله جرانيوليشن تيشو انقاض في كل روتس. كلهم نزلت تماما. ما عادش فيه. ما عادش فيه. واخد بالك هم موجودين نقط داخل الجرانيوليشن تيشو دول خلاص اختفوا. زي ما تكون انت غمرتهم بالجرانيوليشن تيشو. ما عندوش ظهرين. فاهم ازاي؟ لما تحقن سوا والهانس بتاعت الهانس ده كل ده جرانيوليشن تيشو الهانس جرانيوليشن ده المنظر بتاع الاراكنويد ده كيس ميزر انا بعتبرها كيس ميزر. شفت العيالين دول كتير دي الكيس بتاعت الاراكنويد شفتها كتير دي مالهاش حاجه حتى فيها ايه؟ هتدخل تسلك ان انا هنفهم بعض مفيش سوا حاجه دي. يبقى دول اللي هما الكومبليكيشنز اللي هي بتحصل بوست اوبرتيف ولا بد ان احنا ندور عليها. الكارت ديسك هرنيشن الجلانيوليشن تيشو شفناها، الاراكنوديت شفناها، المينيوتي الالاين ما خدوش صور معايا والانفكشن بتاعت اي عملية عمل عملية وكان بعد العملية الكومبلين واحد اثنين ثلاثة اربعة اكسبلود الحاجات دي ديسك انفكشن الريليشن تيشو والمينيوتيرو الارض ماشي كده. الصور دي يعني حتى الصور اللي بتشوفوها في البراكتس دول تيبيكال يعني مفيش تغيير فيهم. احنا زي بتوع الباثولوجي الصور اللي هي محطوطه في التكست هي اللي هم بيشوفوها في السلايدز هي نفسها. الصور اللي احنا بنشوفها في الاشعه هي نفسها اللي بنشوفها في البراكتس يعني ما بيبقاش فيها فرق كتير. في ضمن كوتر الفايل اللي هم الناس اللي هم بيتعمل لهم فيكسيشن الثلاث اربع حالات اللي هم دين دول كلهم عملوا لهم فيكسيشن ده طبعا راس بيكبر فيكسيشن مكانه كويس. يهمني ان انا ابص على الالاينمنت بتاع البرفيل بتاع بيتعمل له فيكسيشن. طبعا بعد ما بيتعمل له فيكسيشن هيروح بتاع دراماتولوجي عشان يعمل له علاج طبيعي وكده. تبص على الالاينمنت بتاعه هي طبعا الالاينمنت هنا في ديسلوكيشن شويه طبعاً فيها فراكشر. أيا كان الليفل بتاعها بس فيها فراكشر والفرتبرا اللي فوقيها حصل فيها سبيلنج خفيف أو دي حصل فيها ريتروليسيس. دي ريتروليسيس بالنسبة لي اللي تحت رجعت لورا من مواضع في الديكور. ومع ذلك الأبايمنت دوت يعتبر أكسبت إن في عيانين كتير بيعملوا لهم فيكسيشن ممكن الدكتور المرضى شردت يشيلوا الديسك دلوقتي ويحطوا مكانه المادة الخيطانية دي ويعمل انترباضي فيوجن في أحد الوسائل الديسك. ده يعني العيان ده حصل فيه كورد ميليشن ده درينك سري عمل له انترباضي فيوجن وسكت كل الفيرتيبرا دي البليت والاسترود دي. في المقابل الديسك بتاعه فيه كورد ميليشن. السيجنس بتاع الكورد قد من السيجنس بتاعها السيجنال انتنس بتاعته برايت ما هياش نورمال يبقى حصل على طول في كونتنس. قد تكون بري اوبرتيف وقد تكون بوست اوبرتيف والمفروض انا اعتقد ان ما هياش بوست اوبرتيف لان مش شايف فيه كومبريشن يعني الالاينمنت بتاع السيرفايكال ماتيريال دول كويسين فغالبا الكورد ماليش اللي حصل في الاوبرتيف قبل ما العيان يسكت تاني مع العيان.
دي خلاصة الايه؟ الخطة اوفر فيو في الاسبوع. اعتقد ان هي سهلة ووافية. اي سؤال؟ اخر جزئية اللي هي ضغط هند صغيرة على المصدر اللي كان اكثر سنة. طبعا دي الايرا بتاعتنا دلوقتي في المسكوس في السيستم. هي قوه محمد صغيره جدا كلها على بعض ومفيش بكره بتاعها. طبعا كل الناس دلوقتي رايحه ناحيه المسكوس في الفرصه. الاتجاه. انا عايز اعرف هيفيدني ايه الافرصه؟ الأبر ثاند هيفيدني إن أنا هعمل أسسمنت للسكيل صف تاني صف نمرة واحد. نمرة اتنين هيشوف لي المصل والتندونز، أي مصل جوعية تندون عايز أشوفها في أي وقت وفي أي حتة هيشوفها. نمرة ثلاثة هيشوف لي البون. نمرة أربعة هشوف الليجمنتس وهشوف الصينوميوم وهشوف البلود فيسلز وهشوف الليجمنتس. يبقى إذا كل ما يخص الجزئية بتاعت المصل والسكيلتون سيستم من اول البون لغايه السكين اللي هو كفر هشوفه بيه الاثر صح. ايه الابارتس بتاعته؟ ايه السايد افكت؟ عيانك جنبك اهو في الاسم ولا في العياده حط عليك المجال اول الحاجه الثانيه جهاز ب 20 30000 يحط كام دولار بالجسم ولا كام هو تعب روماتولوجي وبص عليه اكل بيحدد لي كتير جدا من المشاكل وقلاوي انترتينشن وخاصه الحاجات بتاعت الاسبريشن لو عندي هيماتوما لو عندي اسس لو عندي بيكر سيستم بدل ما ادخل عليها بلاش اروح داخل عليها ايه؟ سونار بيض تمام؟ او دي اكسسبل بارتس هو دلوقتي مش مجرد انك انت تدخل بالسيرم العادية دلوقتي عاملين ميجا قولها مثلا 20 سم 30 سم تدخل في اي ليبس انت عايزه لا عفوا لو هو يعني جاست دي وإن أكسسها بالتالي هيب في مكان الفترة عشان ما تخش جوه في أي جون هتدخل فيه هينفع يعني بدل ما تعمل بنكشر مرتين ثلاثة هتعمل بنكشر مرة واحدة كأنك مسحت في النيجا ما تطلعش يعني كأن النيجا دي جوه السيستم ما تطلعهاش كل اللي أنت بتعمله بس إنك أنت تسحبه وتغير مكانه تسحبه وتغير مكانه طول ما تعمل بنكشر يعني فضل بيكر سيت سحبت والسرنجة خلصت ان شاء الله تجيب تاني كل اللي انت بتعمل تحط ترانسديشن والنيلك تحط من داخل السكن ومن داخل السيستم تروح مداخلها فوق التاني تكون ايه لسه مليان وتسحب بخلاف لو انت هتعملها بلاين بخلاف لما انت هتحكم الجوينت يبقى تحت بلاين لا مختلفة تماما يعني انت فرق بين واحد بيدخل في النور وواحد تاني بيدخل يلوش يبقى دي الادفانش ديس ادفانش بتاعتها ان هي اوبريتور تريننج يعني لو الراديولوجيست او الراجل في المطرقه ما هواش اكوريت مش فاهم الدنيا لا هيبهدل الدنيا بصراحه الحاجه الثانيه اللي هو البور بنتريشن بتاع الجوينتس والبوند انا اقدر اشوف اي جزء سوبرفيشال في الجوينتس اي جزء سوبرفيشال في البوند ولكن الحاجات المتعمقه لا هقف عندها وفي حالة الحالة بقول لا خلاص الأكثر صنع كده دي في الحتة دي ولازم نعمل حاجة تانية زي اس تي او الدمار. اللي بيضايقنا كمان الأوبي بيشن دول بيضايقونا قوي في الانتربريتيشن بتاعهم. ايه الأكثر صنع سكانر بروبس؟ احنا عندنا نوعين من المجسات هستعملهم في المصر في الأكثر صنع هما السوبرفيشال بروبس والكونفكس بروبس. السوبرفيشال بروب هنستعمله في السمول بارتس لو عايز اشوف الهاند الريست الالبو الشولدر النيو الانكل لما ادخل في الحته دي زي الهيب لو عايز اشوف حاجه سوبرفيشال او طفل صغير هستعمل سوبرفيشال بروب لو عيان تخين وكبير يبقى لازم احتاج كونتكس بروب عشان كده دول الكاميرا المصريه لما تيجي تشتري جهاز ما تشتريش سوبرفيشال بروب بتاعه بس لازم تدخل معاك واحد بتاع الراديو تشتري معاك التاني واخد بالك معايا او اشتري لي الكونتكس بروب بالاثنين يعني ايه المود بتاعت الاطر ساوند؟ احنا عندنا اربعة مود في الاطر ساوند. اربعة مود. عندنا البي مود ما يطلق عليها الوايتنس مود
او الجري سكيل مود اللي هو المود الابيض والاسود اللي هو درجات متباينه من الابيض الى الاسود. وعندنا قدر لو مالين ده لو انا عايز اشوف الباسكولاريتي بتاعت الليجن اللي انا شايفها. وعندي الباور فلو مالين ده لو الليجن دي فيها باسكولاريتي ماشيه سلو بستعمل ويطلع عليه باور فلو. الاناليسيس الثاني هو السبيكتر اناليسيس ده عشان اعرف الفلو جوه الارتري ولا جوه الفين وايه شكل الفلو ده. الايكو انا واحد الايكو الايكو مش في دور خالص. الايكو اللي هو الكونتينوس دي مختلفه تماما عن الباس. احنا بنستعمل الكارديولوجيست في الارتري والفينز بستعمل ويطلع عليه الباس. الايكو بيستعملوا الكونتينوس علشان خاطر الكارديو بروسيس والحركه بتاعتها السريعه بيستعملوا حاجه اسمها بروتين مصري. يمكن احنا خصصنا نص دول بالذات علشان خاطر اللي هم الدول اللي موجودين في المنطقه دي معاك عشان بس يبقى فاهم لما يجي يقرا تقرير بتاع قطر صعب وقال الدكتور يبقى فاهم النص بتاعت القطر صعب وحولها لحضرتك دلوقتي. ده طبعا منظر السوبرفيشال بروب وده البوزيشن وده البيشن ده ما بيعمل بوزيشن كونفيشن في كونفر وده سوبرفيشن كونفر. هيبتدي من اول ما تبتدي تشوف هتشوف اول حاجه الاسكين. هنشوف الاسكين كويس جدا. هنشوف السي فلاشز اللي هي الفصل الابيض دوت. هنشوف تحت منها المصل. واخد بالك ازاي؟ انا هعرض بس بعض الصور اللي الاطر شو حياتها احنا بنشوفها الاطر. السكين اللي كان نورمال هنا بقى الدين متوسطين. كل الدين فلويد كل الدين دين كل الدين دايليتد لمفاتيك ديسس. فده دي شفت السكين دي ممكن اشوف النير ممكن اشوف النير ودي حتمنى جدا في الناس اللي هم عندهم نيوروباثي مهمه جدا في الناس اللي احنا شايفين يكون في عندهم النيرف تيومر. او انجل طبعا كان في صوره بس انا ما حطيتهاش بيصور النيرف اثناء الاوبريشن هو معقول ويصوره وبعد كده هو يعمله كله ارض بالالترا ساوند ان هو بقى ينتهي. بقى يكون صار مش في الام ار كمان لا بالسونار يوري لك كل اللي ده الامر النيرف اللي هو ماشي انت شايفه وتمشي معاه من اوله لغايه اخره. تبدا تقارن السيكنس في الحته الفلانيه والحته الفلانيه والحته الفلانيه. تبدا تقارن الاجوبات اللي بتاعتك حصل فيها انفورميشن ولا ما حصلش. كل ده هيتسول بالالترا ساوند. لو انا عايز اشوف بلاد ريسبس يبقى بشوف حاجتين يعني التونوس يعني الكلر نوت اللي بيشوف بيلون الفلو ده بيعتمد على ان التيشوز اللي حواليه البلاد ريسبس ما فيهاش اي مشكله. يحين البلاد في حاجه موبايل فبالتالي حاجه موبايل دي بتديني صوره على اعتبار ان هي موبايل بيقوها الجهاز ويلونها على اعتبار ان هي موبايل. بحصل على السبكترال ويف فورم دي ده ارتري ودي بتفيدنا كتير في ان احنا نعرف الباسكولاريتي بتاعت الليجن دي هاديه ولا ليها هاديه عاليه. لو هنشتغل بريفرال دور ليب هتقابلكم حالات رابشر فيكر سيست تبقى ما انتش عارف دي رابشر ولا دي دي بي تي. انتوا بتطلب بتقدر على هذا الاساس. ده منظر الدوبلر في حاله الانوريزم. ده الارتر اهو وده الانوريزم اللي حصل فيه ولما شغلنا الكلر اهو ظهر الفلو بالالوان دي. ده منظر في منجيوم برضه نفس الكلام بالظبط في نفس المنجيوم. الحاجات كلها اللي تكتب بيه الاطر ساوند مش شرط ان انا اعمل له ام ار عشان خاطر الاطر ساوند احسن من الام ار بكتير بمراحل. ما تعمل عليها كلر لوج مالينج دي الادوات بيسلز بدات ايه تتلون في هذا المنظر. ده لو اكسس كتير العيانين بتوع اللي هو من يجي في اكسس ده انت المصدر اكسس ومن خلال الاطر ساوند تدخل بالسنين بتاعتك تعمل اسبريشن لكل الاكسس دون اللجوء لانك انت توديه للجراح ويفتح. لدرجه انك انت لو الاكسس فيه كذا بوكس ادخل اسحب بوكس وبعد كده اسحب اللي بعدها البوكس اللي بعدها ولو عايز احقن انتي بيوتيك جوه الاكسس احقنه برضه
لأطرة ساوند موبايل. في الكارتيج والبون البونتي ده الكارتيج بتاعت البون بيبان لونها أبيض والكارتيج اللي فوقيها بيبان لونها حلو وكويس طبعا هي الصوت تيشن. تمام؟ هندخل في الديتيلز بتاعت الديسيز بتاعت الكارتيج بتاعت البون والأبيرنس بتاعها في الأطرة ساوند في المحاضرات الجاية. ده النورمال بون اهي الكورتكس بتاعتها تبقى مصونه بالالاجيز. لو حصل ديسربشن من الكورتكس دي بعرف ان في بصمه سواء كان في فراكشر ايفن ايفن يعني الفراكشر ممكن يظهر عنه. اي احيانا الفراكشر ما يظهرش في البلينكس ليه تمشي عليه صورات الان فراكشر الكورتيكال وخاصه الكورتيكال فراكشر. احيانا يبقى في عندك ليك ابسس وتبقى مش عارف يقصهم ولا اسمه لك تمشي عليه صورات للاكيوت ايروجن في الكورتكس. احيانا يبقى فيه ماس طالع من البون تاكل الكورتكس تمشي عليها صورات للاكيوت اوستوليسك ماس ورد البون. واخد بالك الحمد لله ان البون دلوقتي ما هو هو الكلام هنا هل هو هيقدر يشخص الديسيز بتاعت البون ولا لا؟ هيقدر يشخصها. شوف بقى المنظر ده الكلر فلو مابنج بيشوه لك النيوتر متعطل بتاع البون هو وده. فامشي على البون كده ولما اجيب الفيك اشغل عليه الكلر بوك الالت بلوك اللي هو ده دلوقتي. ده فاتني كلر اللي هو فاتني في الحته دي. لو في اي ماس فيها هيبان الباسكواليتي بتاعتها. هيبان بدون ما تحن عيان سابقا. بدون ما توري تبعته لاي اي ام ار. خدت بروفيشنال دايجنوستس على الاطفال وعرفت السويلنج ده جاي من فين؟ ده جاي من السكن ولا من المصل ولا من البون. نفس القصه ده هنسيبه فيه البصلات بتاعته في البون وده الباور دوبلر مود. لو شغلنا عليه الكلر مود احيانا لما تبقى البصلات دي فاضيه ما تظهرش في الكلر مود العام تظهر معايا في الباور مود. لو قلت الاوستو دي بتتشخص بالالترا ساوند دلوقتي ديفينت. يعني اي عيان عنده اوستو مونوايتس حطوا على يد الصناعه حتى لو قرفت حتى لو قرفت. كان في عيان اللي عنده ليك ابس اتفتح وحصل له ريكفرنس خلال اسبوع وطلب له سونار على الليك فقط لا غير سونار على الليك. اتعمل له سونار ولقيت فيه ايروجن في التيبيا ودخل العيان على جهاز الاكسل لقيت التيبيا كلها فيها اوستو مونوايتس. ومن كده القاعدة بتقول لك لو لقيت اكسس في صفحة فيش ولا تدور على اوتو مراس في الاعضاء اللي جنبك. وانت متابع. الاثنين كورليتد مع بعض. الاثنين كورليتد مع بعض. هتشوف كل الساينس اللي احنا هنشوفها. هتشوف الكومر والجين هتشوف الريجولات تحت الكورتكس هتشوفي السيكويستراس وتشوف الكلوكا الكلوكا اوبننج الفايل اللي هو الحته من البون اللي هي بقت شيدد وحصل فيها ماسكور ونزلتها كان سيكويستر جنبيها كلوكا هتشوف السيكويستر وتشوف الكلوكا وتشوف الكومر والجين وتشوف الاكسس. الدكتور صار متخيل ان هو الكورتكس بتاع البون يعني ولا لا بتحتاج فريكونسي عاليه لا لو انتكت لو انتكت كورتكس مش هتشوفها خالص تمام هيعديك لو انتكت الكورتكس خلاص هيعديك. عندي حاجتين ما يعديوش العضو والهواء عشان كده لازم احط جل. ليه بحط الجل؟ عشان اليمينيتي الهواء خلاف ان انا بحرك ما يسعى العيان بس لو الهواء دخل زي العيان مثلا اللي عنده نيمو بلتونيك لو حطيت عليه كويس عمرك هتشوف ايه؟ هي سودا زي الكلام الكورتكس شوف الدنيا ضلمه ورا. على حسب الحاجه اللي معاك لازم تعمل بلين سيلي هتعمل بلين سيلي تعمل سونار عنده سويلينج تعمل بلين سيلي تعمل سونار. ما هو ده ما دي اللي بنقول عليها الديرة يعني لا ده
العكس ده انتوا هتستفيدوا جدا من مصر في كده اصلا. لكم حالات كده جدا. الدي مرض ده موضوع اللي يقوم في السكيت وعلى كمس عارف زي دي لابد الكوبات من تحت الكوبات من تحت يبقى فات الكوبات دي شغلتي انا دي شغلتي انا ان انا اقول لك ان دي تمشي ضيبوما ولا تمشي حاجه ثانيه هتمشي ديزمويد مثلا ولا تمشي مالجنسي تيومر ولا انا مش عارف خالص النيتشر بتاعتها واسيبها للهيستوباثولوجي بس هقول لك الحاله دي الاسمولينج ده طالع من فين؟ كابون دلوقتي يعني ما تبعتوش فيها من سيتي مش ستي مش كويس فيه ولا ام ار على طول ولا ام ار على طول تبتدي بالالترا ساوند الاول هيدي لك على الاقل 70 من 80% من حالات الشخص ده كل سوبر فيشيال ديسيز هتشخص بالالترا ساوند دي نورمال مصر الفاتي هو ده سكين ده سكين ده فاتي اهو دي فاشل دي بتاعتها هي ودي الله يقوم نفس دي كوبات اللي بتاعت صفتين حاج كل الورايتو دي سوى على حسب الكومبوننت بتاعتي ما انت عندك لايبوما وعندك لايبو ساركوما وعندك فايبر لايبوما وعندك انجيو لايبوما كل بي ديفرنشيت بقى اه لو هي جاست ان هي لايبوما هتلاقي ليكم بس مفتاح هيدروجين 6 1 هيدروجين لو الفايبر كومبوننت بتاعها عالي يبقى بتدخله الفايبرز كومبوننت اكتر من كات كومبوننت لو فيها بلاد بيسيلز هتدخل في الانجيو لايبوما يبقى هتلاقي فيها بلاد كومبوننت مع كلر فلو مانج لو هي ديزمونت ما هياش لايبوما هتلاقي ليكم بس مختلف تماما عن كده لو هي مالجنت هتلاقيها ما هياش والديفاين تلاقيها في التريد تشد اللي حواليها دي المنظر بتاع النورمال الناصب علشان لما نشوف النورمال الناصب هقول ان في انورمالتي فيه زي ايه طلعونا مود جديد في السنتين اللي فاتوا اسمه الالترا ساوند الاستوبرافي يعني احنا ما اشتغلناهوش انا عن نفسي ما اشتغلتهوش حتى هذه اللحظه بس بصراحه لما ببص عليه في التكست يعني رائع كان الرائع يعمل سكريمينيشن للتيشوز من بعض في الاداء هو التندم اللي هو خط الادرة وفي اللي حواليه هو التندم في بتاعه خط البن في الصوره الابيض والاسود يعني ماشي اهو ده السينوفيا التندم في اهو ده التندم نفسه ده هايبو ده هايبو بس لما ضفت الالاستوجرافي ده عقاري لون بتاع عقاري مثلا زي الحياة المرأة زي البي سي تي بالظبط بيلون ويشوف الاكتيفيتي بتاع كل تيشو باختلاف الاكتيفيتي بتاع مش زي ايوه استنك ماشي معاه بات من دي اول وقت اللي وقفه هيعلم لك على اول وقت ولا لو ما عرفتش خلاص يعني لو شنو رفض ما عرفش وقف الدنيا دخل في ديما وكونفيشن وكلام من ده بس على الاقل انت حاولت اعوض في الحاجه اللي هي وخلاص مش هيديك ديسيجن وما تحاولش معاه خلاص هي قفلت معاه فما يكون انك انت تعملها برضه
بيس في المصل دي المصل الناس اللي هم عندهم كروموس لو عايز تشوف البروفيشن بتاع الديزيز مصل في قلبك ما تدخلش على طول وده المصل نفسها بقى يقلل الكورتيك فاسيكلز اللي كنا شايفينها احنا معلش موجود بقت ليفل بقت كونفيوز محاضره دي كتير جدا اسيدس دي يقول لك الحته دي حصل فيها سبرينج وصل عليه هتفرق ما بين حاجتين ما بين كونفيوز وما بين هيماتوما عميت الماشي لو هي هيماتوما ممكن تعملها سبرينج لو هي كونفيوز ما حصلش فيها دي الحاله دي الصراحة
نفس القصه ده الاكيليس تندون. الاكيليس تندون بدل ما هو ماشي حته واحده لا حط فيه الدارج بقى كبير والحته دي اتولدت فيه. تيجي دي تندينوز او تندينوز على حسب الستيج اللي هو هيمشي فيه. اذا كان اكيوت او سوبر اكيوت او كروني وعلى حسب الجريد اللي هي دخلت فيه. كان تماما ده هيبقى تماما ده الدايجنوز. هتبص على الفكينة في الالترا ساوند مش هتلاقي فيها كلمة. ممكن تشوف الاكسلين بس مشكلة الاكسلين في حاجة انك انت هتشوف صوت الكيس وشادي هتبقى كونكلوجن جديد. وكلينيكال احيانا على فكرة الاكسلين. وتبقى مش عارف بيرسايتس ولا رابشر. بس الاندروز وحاجات كتيرة جدا هتلاقيها من الدنيا بتوع ما تقولش. مش خاصة بال بس بشرط تبقى عارف لو قطع خلاص بقى في جاب هنا وده ايه بس بشرط ممكن والحته دي بقت مليانه هيماتوما مش في الهوا. المشكله فين كانت تيجي تحصل تلاقي الحته دي تظهر وما تعرفش تلاقي جواب مليانه هيماتوما عشان تعرف في تنتو فايبر ماشي فيه ولا مفيش. هيقول لك دي هيماتوما خير ولا ده كونفيوجن ولا ده اطفش صوت الاطفش. اطفش 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 هيقول لك كونفيوجن اطفش اطفش. ده الاكيس بيرسايتس ده الاكيس سيندون اهو دي الاكيس وريك الكيس. لو العيان جه بيشوفني في الحته دي هتبقى انت ما انتش عارف دي نقطه لغايه ولا دي ناقص ولا ده شويه بس فاهم انه من ده الكرسي هي الكرسي اختلاف من دي ناقص. طب البرزايتس عموما في كل انواع البرزايتس كل ده لا اي حاجه اي حاجه اي يعني تشوف في نقطه لغايه اهي وتشوف الثيم كنوز اهو وتشوف البرسايتس لو عايز تسحب بيه هتسحب لو عايز تحن فيها هتحن فيها هتبقى اهم من ده. خد بالك من ده. طب هو ايه حضرتك يعني في اللي ما نزلت في الصناعه في السفتيشن اللي نون سنسيتيف للصناعه في السفتيشن الحاجات اللي هي ما يسنسيتيف ولا حاجه كل السفتيشن المفروض اللي عامل صناعه قبل المعرض وقبل طبعا احنا بنقعد لما نكتب نطلب الترا ساوند ممكن لا ممكن يكون في المستشفى مثلا او في المستشفى الاخصائي الموضوع ممكن ما يكونش يعرف يشتغل على عشان كده يحصل كده يعني. انت برضه هتطلب مش مشاكل وحتى كويس ما هو هي المشكله هي يقول لك ما عنديش في المستشفيات ما فيش البروب مثلا هي اللي موجود وزاره الصحه مشتريه فعلا ما حدش الجهاز ما حدش من جي اي السنه اللي فاتت دي الاجهزه كامله عليها مقاسات كامله لما تبعت لك الامر يروح يدور ما تبعتوش مش هيبقى تبعتهم هيبقى تاني بقول له انا عايز اشتغل عندي حالات هبعتها لك مصر كده واسرع صار يروح يكفل يروح يشتغل. واحنا دلوقتي بقينا نذاكر مصر في الفترة عشان عارفين هيبدا يبدا في انا بعد لازم تشتغلها في الفراغ ده رجلي والحاجات دي كلها بنشوفها كل يوم كلها دي ناس يمكن حضراتكم بس عشان مش متعودين تطلبوها فحاسين ان هي بعيده لا بنشوفها كل يوم ومشخصه في الغرفة في الجراحة. في الجراحة في ده منظر اللي من اليوم اللي جبناها تاني تقريبا. أي انتربريتيشن طبعا يرجع للأناتومي الجزئية اللي كل جزئية ليها الأناتومي بتاعها والباثولوجي اللي بيرجع لإيه؟ للبليجن اللي هي شبه ده. بالنسبة للجوينت هشوف الكروشيه الأسكار كلها تقول لي جامد هشوف الباتيلا الباتيلا اخت يعني السكاي والكروشيه الشاب والاطفال
الكروشيت على الفضل. هو كان الراجل اللي عمل برنامج كبروتوكول، هو الراجل الدكتور اللي كتب